للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط، وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. أهلا ومرحبا بك سعادة المهندس. كيف يتم التنسيق بين الهيئة العامة للرياضة ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حول تنفيذ الخطط التي تهدف لبناء وتطوير المشاريع التي تصب في النهاية بخدمة الرياضة وخدمة الأندية الرياضية أيضا حسب رؤى وتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد؟ شكرا أخي الفاضل، حياك الله. تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا للرياضة البحثية بشكل عام. طبعا في الحقيقة كان الاجتماع مع سمو الشيخ خالد الله يحفظه بن حمد النائب الأول رئيس المجلس على شباب رئيس العامة للرياضة طول العمر، يعني كان اجتماع شيق وكان اجتماع صراحة جدا على مستوى عالي ومثمر. لمسنا من خلاله عن قرب يعني رؤية تغبة لسموه وحرصه واهتمامه بتطوير الرياضة في المملكة البحرين بشكل متكامل والأندية، وهذه اللي حقق تطلعات الحكومة المقرة بقيادة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن خليفة سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المقر، تنفيذ التوجيهات السامية لارتقاء سيدي صاحب الجلالة. طبعا اوجه سمومه المقيمين المعنيين في اشغال شؤون التخطيط العمراني والهيئه العامه للرياضه لسرعه الاجتماع طول العمر يعني دراسه احتياجات الانديه بعد يعني زياره سمو الشيخ خالد المكوكيه للانديه بشكل متكامل. طبعا تم الاجتماع طول العمر يعني بينه وبين الهيئه العامه للرياضه والعمر وايضا بين وزاره الشباب، تم زياره ما يقارب 36 موقع من الانديه، وعملنا بدءا من الانتهاء من الاجتماع اللي تم مع سموه اخي العزيز زياره هذه المواقع في الانديه ودراستها بشكل صراحه شامل وكامل وبسرعه وبدقه تنفيذ التوجيهات سمو الشيخ خالد الله يحفظه والذي طلب ان يتم الانتهاء من هذه الامور خلال اسبوع واحد، وتم طول العمر رفعها بشكل متكامل من خلال سعادة الوزير إلى سعادة الشباب ومن ثم إلى الهيئة العامة للرياضة في طول العمر في المملكة. نعم. طول العمر طبعا سم. أريد أن أسأل عن إذا كان هناك جهات أخرى تتقاطع في خدمة الرياضة في مملكة البحرين وخدمة الأندية وفق توجيهات سمو الشيخ خالد، بالإضافة إلى قطاع الأشغال في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، هل هناك دور آخر ربما يكون للبلديات أو لأي جهة أخرى من حيث تخصيص الأراضي مثلا أو استصدار رخص البناء، كل ما يلزم وزارة الأشغال من أجل تنفيذ رؤى الشيخ خالد بن حمد؟ ثق تماما اخي العزيز ان كل الجهات الحكوميه طبعا احنا كانت تم التنسيق فيما بيننا فيها طول العمر قطاع شؤون البلديات هو جزء لا يتجزا من هذه الوزاره وجزء لا يتجزا من الحكومه الرشيده، طول العمر تم التنسيق طول العمر وثق تماما ان كل الوزارات والهيئات الحكوميه راح تتعاون لتنفيذ تطلعات سمو الشيخ خالد وايضا تطلعات الرياضي الاول سيدي صاحب الجلالة طول العمر لتمكين الرياضي والأندية من يعني طول العمر من البلوغ والوصول طول العمر يعني إلى مستويات راقية في الرياضة ويعني تحقيق الإنجازات في البحرين، وأيضا طول العمر هذه يعني مثل ما يعرف مثل ما طال عمرك يقال الجسم السليم في العقل السليم، هذه مبدأ طول العمر والوقاية خير من العلاج طول العمر. الرياضة في البلد طول العمر للشباب وكل الفئات اليوم تمارس الرياضة شيء طول العمر يعني تنشده القيادة الرشيدة في المملكة وطول العمر تدعمه بشكل قوي، واثق تماما ان احنا في الحكومة وجميع القطاعات الحكومية طول العمر راح نلبي الواجب وراح نؤديه على اكمل وجه طول شكرا العمر. شكرا جزيلا لك سعادة المهندس احمد عبد العزيز الخياط، وكيل وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.